18/3/1999 بتاريخ 13/12/2023. كما أذكر السادة الأعضاء كذلك أن تدبير مرفق قطاع النظافة بالجماعة تم في احترام تام لجميع المراحل القانونية، منها المرحلة التحضيرية لعقد التدبير المفوض ومسطرة إبرامي، دراسة الجدوى، وضع تصور متكامل يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الساكنة، وإعداد أكثر التحملات في المستوى المطلوب والتصويت عليه. مرحلة تنفيذ عقد التدبير المفوض، وفي هذه المرحلة يتم التنصيص على ضرورة احترام مضامين اتفاق التدبير المفوض أثناء عملية التنفيذ، مع الاعتماد على الحكامة ومراقبة التنفيذ. مرحلة مراقبة عملية تنفيذ العقد، وهنا يجب إحداث مصلحة للمراقبة وإمدادها بالموارد البشرية الملائمة والمتخصصة في مجال تدبير مرفق النظافة. تبقى الإشارة إلى أن المجلس سبق له أن وافق على أكثر التحملات الخاصة بتفويت قطاع النظافة الخاص بجماعة الحضورة للقطاع الخاص عن طريق التدبير المفوض، والآن جاء دور الموافقة على اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة، وذلك بعد إنجاز الصفقة الخاصة بهذا القطاع الحيوي. وقد تضمنت هذه الاتفاقية العديد من الشروط، خاصة ما يتعلق بالحمولة ودوليات. تضمنت هذه الاتفاقية دوليات تنظيف الحاويات، بالإضافة إلى تزويد الجماعة بحاويات تحت أرضية، كما أنه قد شددنا على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة بعض النواقص المسجلة في العقد التدبير السابق. وفي هذا السياق، ووفقا لهذه الاتفاقية، فسيكون على عاتق الشركة المفوض لها قطاع النظافة بجماعة الهربورة جمع كافة أنواع النفايات المنزلية والشبه المنزلية والنفايات الخضراء وبقايا البناء، مع تغطية كافة الأحياء بعملية الكنس ورفع من وتيرة العمليات. ولعل أبرز ما جاء في هذه الاتفاقية هي أولا تقسيم الجماعة إلى 3 مناطق، أي تخصيص 3 شاحنات ضاغطة عوض 2 التي كانت مخصصة في السابق، إضافة إلى تعهد الشركة نائبة الصفقة بإعادة تدوير النفايات الخضراء دون إرسالها إلى المطرح ووضعها رهن إشارة الجماعة، وهذا الإجراء من شأنه تقليص كلفة المطرح وكذا المساهمة في المحافظة على البيئة بالجماعة. زيادة على هذا، فقد تعهدت الشركة المفوض لها كذلك على تخصيص حاويات حديدية في بعض الأماكن لجمع النفايات، بينما يبقى على عاتقنا كجماعة القيام بعمليات المراقبة والتدقيق التي تهم تنفيذ العقد وتتبعه طبقا للمادة 17 من القانون 54/05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. والاتفاقية هي من بين أيدي السادة الأعضاء وتصل. صفحة 25 على 70. كانت بيرسونيل ديكسبلوطاسيون كاينة 119 هي 115، تصحيح؟ ها؟ 115. إذا نمشوا للصفحة اللي فيها بوردرو دو بري، الصفحة اللي فيها بوردرو 64. غنمشوا في النيتوامون دو بلاج. النيتوامون دو بلاج كاينة 209 عندكم، هي 109. كان 209 مما سيجعل المبلغ سينقص ب 237 درهم، من 11,200,000 غيولي المبلغ، غيولي المبلغ توتال تي تي سي غيولي 11,027,458.80 يا البوردو لو ديبلي 64. في النيتوامون مانيال دو لا بلاج، في النيتوامون مانيال دو لا بلاج
كاينه تما 209 عندكم، ولكن التصحيح هو 109، مما سيجعل المبلغ سينقص واحد تقريبا 237000. المبلغ النهائي سيكون هو 11,027,458.8. هذا هو اللي كان. إذن